المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم حلوة الكريم بدون جلواز وبدون فرن بطريقة جد سهلة وبسيطة. لنبدأ على مركزنا، لدينا كأس من الحليب وسبعة جرام من بودرة الكاكاو وثلاثمائة وخمسة وسبعون مللتر من الحليب وعلبة كريمة لمثلجات بنكهة الشوكولا وزن علبة 150 جرام وبودرة كريم شونتي وزن علبة 100 جرام ولدينا بسكوي. في إناء أضع بودرة كريمة مثلجات بنكهة الشوكولا لا نحتاج إلى السكر لأن الكريمة تحتوي على السكر. وبودرة كريم شانتي وبودرة الكاكاو ثم أضيف الحليب البارد وأبدأ بخفق الكريمة. أبدأ بتمرين البسكوي في الحليب. طبقة الكريمة الكريمة. بعد تسوية الكريمة أقوم بوضع طبقة أخرى من البسكوي.
بوضع طبقة من البسكويت ثم طبقة من الكريمة. قمت بوضع 4 طبقات من البسكويت و4 طبقات من الكريمة. بالنسبة للطبقة الأخيرة قمت بخفق بودرة كريم شونتي مع كأس حليب ما يعادل 150 ملليلتر، ثم أدخل الحلوى إلى الثلاجة لمدة 4 ساعات أو إلى المجمد لمدة نصف ساعة. عندما تمسكت الحلوى أقوم بتزيينها بالشوكولاتة البيضاء. الشوكولاتة السوداء. أقوم بتمرين السكين على جوانب القالب. برقائق اللوز المحمرة والتزيين يبقى حسب الرغبة. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. لمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط، ولا تنسوا الضغط على زر لايك من أجل أن تدعموني، وزيارة صفحتنا على فيسبوك. ودمتم في رعاية الله.